إذا كنت تحب تتابع الأنمي بس ما تعرف التصنيفات، فنحب نأكد لك أنك في الغالب تتابع أو تحب أحد أنميات الشونن، الشونن أنمي. طيب، وش هي أنميات الشونن؟ وش يميزها عن باقي تصنيفات الأنمي والمانجا؟ ظهر تصنيف الشونن بداية مع المانجا، واسم الشونن كان يعني ولد أو شباب صغار، هو توضيح للفئة العمرية المستهدفة من القصص، مو تصنيف حقيقي. تتميز قصص الشونن باعتمادها دائما على عوامل خيالية، فدائما راح تلقى أن القصة تصير في أجواء فانتازيا أو خيال علمي أو ميكا أو حتى رياضة. ليش لازم تتفرج على أنميات شونن أكثر؟ هذه 5 أسباب تميز أنميات الشونن وتخلينا نعشق متابعتها. التنوع الرهيب في الأنمي، زي ما قلنا أنمي الشونن يعتمد بشكل كبير على الخيال، وبالتالي يصير تنوع رهيب في أماكن وأحداث القصة وتفاصيلها، حتى لو كان في وجود لمحات من الواقعية في حياة الشخصيات. كمية العوالم الرهيبة اللي ظهرت في عالم قصص الشونن لا تعد ولا تحصى، عوالم مثل بوكيمون وفول ميتال الكيميست وحماة الحصون المنيعة، كلها مليئة بالخيال والروعة ومختلفة كليا عن بعضها. شخصيات الأبطال المميزة، دائما شخصيات الأبطال في أنميات الشونن تكون مميزة وأسطورية، سواء في الشكل أو في الشخصية، ودائما نتعلق فيها من بدايات المسلسل لأنها تكون أقرب شخصياتنا، لكن مو بالشكل طبعا. تتشابه الشخصيات مع فترة طفولتنا بما فيها من سذاجة وطرافة طفولية وطموح أنها دائما تكون أفضل، حتى لو يواجهون مصاعب وخصوم أكبر من قدراتهم بكثير، وغالبا راح تلقى واحد منهم عنده طاقة وقوة خفية بس ما يعرفها. مثلا شخصية سايتاما من ون بنش مان، وكيف أن مظهر الخارجي يوحي لك أنه شخص عادي جدا، ومع هذا سايتاما دائما كان يتدرب ويبذل مجهود مضاعف بدون الاعتماد فقط على موهبته وقوة المهولة. وهذا يعطيك درس غير مباشر أن الموهبة وحدها ما تكفي ولازم تجتهد دائما. وفي عندنا الشخص الطموح والساذج زي إدوارد من فول ميتال الكيميست، اللي كان يحتاج بس دفعة بسيطة عشان يعرف القوة الحقيقية الكامنة داخله، واللي بدوره كان دائما يسعى يوصل لها بدافع ذكرى رحيل والدته عنهم. الصداقة هي هدفهم وسلاحهم الأقوى، أصدقائنا نتعرف عليهم في ظروف مختلفة وأحيانا غريبة بعد، ومنهم اللي بدأت علاقتنا فيهم بعداوة وتطورت وصرنا أعز أصحاب. كلنا نحب نخوض مغامرات مع أصدقائنا ودائم نحتاجهم جنبنا في المصاعب، وهذا بالضبط حال أنمي الشونن. أكبر دليل على هذا شخصيات أنمي كوروكو، بنشوف الفارق الكبير بين شخصية كوروكو الرئيسية وكاغامي، وكيف أنه ظاهريا كل واحد فيهم قوي ومستقل بذاته وما يعجبه أسلوب الثاني، ولكن في الأحداث بتعرف أن صداقتهم والعمل كفريق هو اللي بيوصلهم لهدفهم. ونفس الشيء بتلقاه في غزاة ناطحات السحاب، التعاون اللي يصير بين يوري وباقي شخصيات الأنمي اللي دائم يتعرفوا على بعض في ظروف صعبة جدا، وأحيانا لقاءهم يبدأ بمعركة أو محاولة للتخلص من بعضهم البعض، بس عشان يقدروا يتغلبوا على أعدائهم ويحلوا لغز ناطحات السحاب صاروا أصدقاء. يعني في الأخير اللي يقول لك أن كل شيء في أنميات الشونن ينحل بقوة الصداقة كان يقول الحقيقة. دخول سريع في الأحداث، من مميزات أنميات الشونن أنها تعطيك نبذة عن القصة والشخصيات بالكامل في أول 4 حلقات بالكثير، يعني ما بتحتاج تصبر على القصة أكثر زي ما يقولون مع مسلسلات ثانية. في كل أنمي راح تشوفه وفي خلال أولى الحلقات راح تتعرف على البطل والهدف اللي يسعى يوصله، المخاطر والأعداء اللي واقفين في طريقه، الصحبة والأصدقاء اللي راح يساعدونه في رحلته. تقدر تشوف هذه الأشياء كلها في أول حلقات من أنميات كثيرة مثل إيفانجيليون، هيلسينج وغريت بريتندر. وإذا تبغى جرعة أكشن مضاعفة وصغيرة نقترح عليك تتابع حماة الحصون المنيعة اللي يرميك وسط معركة ضد الزومبي من المشاهد الأولى. القصص الفرعية القوية، مع كل اللي ذكرناه يمكن تظن أن أنمي الشونن قصصه دائما بسيطة وشخصياته واضحة وبداياته ونهاياته متوقعة، لكن اللي يميز أنميات الشونن أنها حتى مع بساطة الحبكة الرئيسية تكون مليئة بالحبكات الممتازة وقصص فرعية لكل شخصية، أحيانا تكون مهتم فيها وفي تفاصيلها أكثر من قصتنا الرئيسية. في إيفانجيليون شخصية شينجي تقابل الكثير من الشخصيات اللي قصصهم وصراعاتهم الداخلية ما تقل أبدا في الأهمية عن رحلة شينجي نفسه. ويمكن المثال الأوضح والأقرب لنا جميعا يظهر في رحلة آش عبر كل أجزاء بوكيمون، وكيف أن مغامراته وقصصه هي في الحقيقة اكتشاف لقصص فرعية كثيرة لكل الأشخاص والبوكيمونات اللي قابلها. سبب إضافي لازم نذكره في قائمتنا، وهو البطل دائما يحاول يتفوق على والده. نشوف هذا في أكثر من أنمي مثل إيفانجيليون وفيلم مثل الألكيميست، ولكن يظهر بشدة في أنمي مثل باكي هنما، واللي نشوف فيه شخصية المقاتل باكي اللي عشان يتفوق على أسطورة والده يقرر أنه يتدرب بقتال مجموعة من المجرمين. نتمنى تكون أسبابنا شجعتكم لمتابعة أنميات الشونن، وعلمونا في التعليقات وش الأنمي اللي ناويين تبدون فيه رحلة اكتشاف هذه الأنميات الرهيبة.